العقوبة مش تسلط على فريق راه الموضوع كبير برشا، الموضوع يتطلب معالجة نفسية هذايا بالحق وأعمق من اللي تتصور. كمية الغضب اللي ريتها أنا والحقد والعنف معناتها اللي شفته في المباراة هذيك واللي قاعدين نشوفوا فيه حتى في مباريات أخرين حتى في الرابطة الأولى راهو معناتها ما تنجمش تكون سببها نتيجة رياضية الحقيقة. ناس عندها قابلية وما تقدرش تقتل عباد معناها. معناتها الكار أنا نشوف فيها وناس تشاهد والحجر والأمن مشكور معناتها في كل مناسبة الحقيقة شكرت الأمن في كل مناسبة على خاطر كانوا فاعلين وكانوا هما حماونا باش كنا معناتها روحنا بخف الأضرار. وبالنسبة حتى باش نقول لك حاجة حتى بالنسبة للمباراة راهو المباراة كانت الشوط الأول كان معناها كان شوط عادي ما فماش بروفوكاسيون بون بروفوكاسيون عادي باش نقولوا داخلين الاستاد باش يجي واحد يسبك باش يحاول يضربك هذاك كل استنسنا به. أما توصل المباراة مازالت ما فاتش وتشوف أنت الغاز في وسط الملعب والحجر والأمن والجمهور يجري والإصابات يعني نحن في الفريق الحقيقة أنا ترتموا مو خممت قلت يزي الكرة صراحة واحد إيه عندهم عائلات الناس لعيبة معناتها اللاعبين اللي عندي ثم لاعبين معناها عندهم عائلات متزوجين ثم اللي عنده صغار حتى الأمن كيف كيف ما عادش كرة قدم هذه الحقيقة. أنا مستاء جدا مستاء 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 على الشيء اللي وصلنا له السنوات الأخيرة هذه قاعدة تكبر الحكاية بكذا بكذا ولازم الحقيقه جميع الاطراف الناس المعنيه بالامور هذه باش تقف ما كانش باش تداور الامور برشا والمعالجه راهي مش معالجه تاديبيه معناتها المعالجه التاديبيه دي ما عادش تنفع معناتها يلزم حاجه تكون افيكاس على الاخر ويكون ردع كبير 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 باش تصلح الحكايه دي. هو سي مجدي كيفاش كانت يعني هل انه احد اللاعبين يقولوا نحن نتاعكم انتوما اللي ابدا بالاستفزاز هل انه احتجاجات على قرارات الحكم يعني كيفاش كانت الصوره اول الشراره اللي بدات حتى شفنا الجمهور اللي اجتاح الملعب وشفنا انه الامن تدخل وكما قلت انت الحجر والقوارير والغاز. شوف شو نعطيك انا نقول لك معناتها اللي صار كل تخني بالنسبه للحكم انا نقول لك الحكم ظلمنا احنا بالاخص الشوط الثاني. احنا بعد ما عدلنا خرجنا مرتين معناتها وجه لوجه خرجنا راس مرتين عندي لاعب خرج راس راس معناتها ما فما حتى تسلل مراقب الخط يهز على خاطر خايفين خاطر بدات الناس تخرج في عبارات خايبه برشا بدات تهدد الناس الحكام نحسوا خرج معناتها ملاو خايفين بلغتنا نحن ولا خايف اعطيه روح لبيت. اما هاي كيفاش بدات هي الحكايه نحيو قرارات الحكم اذا كان الحكم اعطانا ان نحن مخالفه مثلا تقف عليها الدنيا تقف عليها وما يحبوش معناها يحبوا الكرة عندهم وكل شيء بريقل ويضربونه ما فما حتى مشكل. اما كيفاش بديت عندي لاعب هبط الشوط الثاني يجي لاعب من عقارب يضربه براس لا يزل اللاعب نتاعي تضرب في راسه تحل واللاعب اللي ضرب اللاعب نتاعي زاد راسه تحل ولا الدم ولا الناس واقفه واللاعبين دخلوا والبنك دخل والجمهور من غادي يعيط والحاكم ومن وقتها بدات الحكايه وما زلت راهو وصل ما زالوا ثلاثة دقائق وتوفى المباراة ثلاثة دقائق وأنا بالحق كنت حتى راضي بالنتيجة نتاع 1-1 كنت راضي على الأخر كيف حتى لو كان عملنا 1-1 وانتصرنا لحد هذايا كنا نجم نكونوا نفس المرتبة معناها بالنسبة لي أنا مع الأوضاع اللي ريتها ومع الكونديسيون اللي في الماتش 1-1 كانت نتيجة إيجابية بالنسبة لي أنا مع الظروف الموجودة. أما في ظروف أخرى مع نفس الفريق صدقني مع معناتها بكل تواضع الفريق هذايا ما نجمش يشد معنا حتى شوط شوط بركة ما شدش. اما اللي عشناه في التيران معناتها سي كاتاستروف وسي معناها حاجه شوكونت مش كره قدم ما تحكيش عليها لا تحكي لا تكتيك لا حتى شيء ولينا نلعبوا بخبيثه ولينا جاريين في الماتش باش نروحوا على الاقل بان بوان. اما الرابطه كي تقول انصفتنا ونستحقوا معناتها الثلاث نقاط هذيا والفريق هذايا انا تمنيت معناها تكون العقوبات اكثر من هكاكا ما عندي حتى مشكله مع فريق عقارب لكن هو ولا اي فريق اخر يعمل الشيء هذا لازم تكون الردع. نشوفوا احنا حتى ونيفول برا شوفوا جوفانس كيفاش ثاني مره تو كيفاش مره طيحوها وتو شوف النقاط اللي حسبوها معناتها الناس ما تخافش الناس تردع ما تخافش. انا كي لاعب فريق خرج ميدانه بقيت الموسم شنو انا شنو اللي فاده انا شنو اللي فاده هو كي يلعب في ميدانه الجمهور يجي كي يلعب برا الجمهور ما يمشيش. انا الحقيقه تمنيت تكون عقوبات اكثر من هكاكا وتكون عقوبات مش فنيه تكون عقوبات اخرى. هو حتى اللاعب مجدي اربع مباريات فقط يعني لا انا نقول نزيدك حاجه انت ما تعرفهاش الملاعب اللي عندي انا اللي تضرب
اعطوه خمسه. خمسه. وحكيت في موزايك وقلت لهم نداء من هنا، اللعبه ذي ما عمل حتى شيء، علاش خمسه مباريات؟ انت الحمد لله ساعه ديما نقول الحمد لله. هو المفيد مجدي الحمد لله كي انتم خرجتوا لاباس وانت خرجت لاباس، ونعرفوا هالرابطه الثالثه ورابطه الهوات، وشفنا حتى في الرابطه الثانيه والرابطه الاولى زاد شفنا احداث الملعب التونسي ونجم الساحلي الجمهور اللي هبط وفما شكون اللي تضرب، وانت قلت انه حتى التلفزه مش قاعده تصور، حتى المقابلات مش قاعدين نشاهدوا فيها، مازلنا باش نشاهدوا برشا اعمال شغب، ومازلنا ما تخنيش يعني، مازلنا في بدايه موسم هذا، ما تخنيش يعني في اخر الموسم شكون اللي مش يلعب على الطيح. وانا خايف انه نجم نوصلوا في مرحله الاياب في الرابطه الثانيه، وحتى في الرابطه الاولى مرحله في النزول، خايفين نوصلوا للاحداث هذه اللي قاعدين صايرين تو منذ بدايه الموسم. انا ما نستغربش خويا عبد الله، ما نستغربش اللي تنجم تكون حتى اكثر مباراه نتاعنا، انا ما نستغربش الحقيقه. ولا تونسيون كبيره ياسر، الناس كل اجيتي، فما ناس مظلومه وفما ناس قاعده تظلم. ونعطيك انا مثال بسيط، المباراه اللي لعبناها يوم الاحد مع الساقيه، صدقني الحكم بعد المباراه خرج قال انا جيت فريز، معناتها قال ايتوني بالمردود نتاع الفرق زوز وبالاحترام وبالديسبلين. راهي جاتنا الساقيه دربي هي الاولى واحنا الثانيين، واحنا كنا معناتها قبل بثلاث ايام كنا موجوعين برشا وكنا ستريسي على الاخر من اللي صار لنا في عقرب، وعدينا معناتها مباراه معناتها ما شاء الله في كنف الروح الرياضيه وفنيا فريقين الزوز مشكورين يعطيهم الصحه اللي كانوا في المستوى الحدث هذا، وانتصرنا وما صار حتى شيء لا في المباراه لا بعد المباراه، بالعكس واللاعبين تسلم على بعضها، مسؤولين تكلم في بعضها، ما صار حتى شيء. جمهور جمهور ملعب جمهور دومار كومبلي، تعرف معناها دو غراتان كومبلي، لا فما حتى كسبان سامحني بالكلمه باش معناتها باش يشتموا لاعب ولا باش يشتموا، ما فماش ناس قاعده في التيران قاعده تشجع، وهذا مش غريب معناها على محيط قرقنا ولا على الفرق اللي في الساقط. الحقيقه معناتها حاجه من اللي كنت انا لاعب كره قدم ونعرف الشيء هذا، اما بصراحه ان شاء الله انا ديما نتمنى ما يصيرش الشيء هذا ويقف، اما انا ما نتصورش هذا بالسهوله هذه انه الشيء هذا باش يقف. واضح، يعطيك الصحة مجدي، شكرا لك مجدي الراجدي المدرب محيط قرقنا على كل هذه التفاصيل. سي شكرا، شفنا الأحداث نتاع المباراة محيط قرقنا وكوكب عقرب، كما حكى المدرب مجدي الراجدي أنه المقابلة كانت عادية، والأحداث هذه اللي صارت وصارت حتى في الرابطة الأولى مش حتى في الرابطة الثالثة، هالظاهرة هذه نتاع العنف اللي اجتاحت الملاعب نتاعنا والقاعات، شنو الأسباب سي شكري؟ الأسباب هي وقت اللي انت مثلا ما تقومش بتحذيراتك كما يلزم، وتتعامل مع مبدا مع معناها الكره بقاعده الغوره، يعني هذا باش تدخل الملعب انت باش تلقى فما الجمهور المحلي، ومش تلقى امن محلي، ومش تلقى مسؤولين محليين، ومش تدخل تقريب جمعيه فيها 18 ولا 20 يعني معناها بين رئيس وبين مدرب وبين 18 ملاعبي ولا 20 ملاعبي في وسط هذاك، علاش كل فريق يراه روحه اللي يراه معناها ما تشوه على أرضية ميدانه لا سبيل إليه للتفريط فيه، خاصة كما كنت توا نسمع وقت اللي يجي مثلا ملاعبي معتدي وهو اللي عمل الشرارة الأولى بتاع أحداث العنف الكلها، يا خويا أربع مقابلات كان جات الدنيا دنيا وكان جاب معناها قانون كيما نحبوه احنا، فريق عقارب انا مع احتراماتي راه فريق عقارب ما عندي معاه حتى واحد، لكن يقع تشطيبه نهائيا، شطب كل فريق يقوم بالاحداث هذيا والشيء اللي ريناه الفريق يتم شطبه يا يعني يتم حلانه، معناها وقت اللي انت تبدا مش تلعب كوره تحترم الميثاق الرياضي خليك تنشط، سينو انت اختر على اللي باش يجي معناها ضيوفك الكل انت اختر عليهم، يعني ما ناس نسمعوا نشوفوا في التصاور في السيكونس فيديو ناس تشاهد ناس تشاهد ناس تشاهد ناس تدعي وناس معناها وفكار مشيت هبطت معناها فلوس مشيت دقدقت كار، يعني بعد تقول لي هذا ماتش كوره؟ شنو ماتش كوره؟ وشكون طلع وشكون هبط وشكون واحد؟ يعني قبل هذا كله قبل النتيجه وشكون ربح وشكون طلع وشكون هبط، الساعه نظف طبق القانون، الجمعيه اللي تجاوزت الخطوط الحمراء حلها افسخها بالقوم، الملاعبي اللي صار ضر عليه وشافوا الحكم ويكون الحكم مؤتمن وعنده معناها سور
من الملعب هذاك هو سبب الاحداث، شطب مدى الحياه من كل ملعب رياضي، لانه هو غول يخوف اي واحد يمشي يلعب معاه. هي هذايا انت خارج الملعب مالا في الكوره كيفناش، مالا في الكوره مالا لي كونتاكت، معناها تولي تاكل للقرجومه، يضرب ملاعب يسقطه يوفيلو في كاريره. قال شكون قال انا متشبث من نتيجه المقابله وثلاث نقاط على ملعبي ما ناخذهمش ما فرطش فيهم. هي مالا الوهنه ماشي الوهنه، جمعيه تعمل في ديبلاسمونات خارج ملعبها، كل واحد يلعب في التران نتاعو ويغور على كيفه في التران نتاعو، ياخذ ثلاث نقاط ولا سبيل اليه باش تمشي تلعب خارج ملعبك. وفات الكره خلينا كل واحد يلعب على ارضيه ميدان ويغور وكاهو في هذاك. علاش حنا نقولوا طون اللي ما تعاملناش مع الظاهره نتاع العنف بكل معناها صرامه وبكل يعني واحد بكل شده في تطبيق القانون، رانا مازلنا باش نشوفوا الاحداث هذيا. واليوم اخر احداث في مقابله نتاع رابطه محترفه اولى، ان مسؤول من النادي الافريقي يتم الاعتداء عليه، يعني معني كملت المقابله باحداث عنف يعني وضرب ومضروب، ومن جملتها واحد يعتدي على رئيس لجنه احباء النادي الافريقي، والقضيه وتم رفع قضيه به، قضيه مدنيه به. لكن الشيء يا عبد المجيد، الشيء اللي معنا ياسف، كانوا اللي اعتدى هذايا مخرجوا رئيس الملعب الجمعيه، رئيس الاولمبي البيجي مخرجهم من الملعب هذا، حسب ما جاء في تصريح احد مسؤولين نادي الافريقي. قال لك اللي اعتدى علينا مخرج معنا رئيس الجمعيه، مخرجوا معاهم طلعوا في كرابته مخرجوا من الملعب. اش معناها كي انت كي تخرج وتعمل له كيما كيكا، معناها كانك انت تزكي في الاحد، معناها الشيء اللي الممارسات نتاعو. الصور هذيا يعني احداث نتاع العنف، تنشوفوا الصوره كيفاش اللعبة هذه البطوله التونسيه، يعني صوره بدون تعليق سعد المجيد. والله ايش باش نقول لك، انا مع الاسف الواحد يخزر كيما هكا ويشوف شيء معناتها شيء يؤسف له الحقيقه، معناتها شيء يحزن وشيء بكي كي نشوفه. شوفوا البطوله والرياضه التونسيه بصفه عامه فين وصلت، هاي نتيجتها، ومازال ترى مازلنا نشوف اكثر. احنا وانتم تفكروا اصابه بتاع نادر داود المدرب مساعد في مقابله نادي البنزرتي وغيره اي، وش ما شنو اللي صار فيها؟ كل مره جيت المقابله ذيك شنو العقوبات؟ ما صارت حتى عقوبات. شوف هو علاش 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 وقع التمادي هذايا نتاع العباد هذايا مستهتره معناتها وتتلاعب الروح الرياضيه؟ هو قله معناتها تطبيق القانون والعقوبات اللي في الحكايه، حكايه كما هكا معناتها عقوبات تكون صارمه وعلى الفور اذا ما تتنفذ، كلك سواء معناتها الجمعيه وكلك سواء الجوار ولا كلك سواء المحب، ولا ما نحكيش انا عن المحب خاطر تو احنا مش ندخلوا تو بعد شوي في التفاصيل نتاع تسويق نتاع البطوله التونسيه وعلى كل بنيه التحقيق وعلى كل بنيه التحقيق. بس في المرتبه الثامنه باش تتسوقها هذه بالمنصه، مع الاسف ويني بالمنصه نتاع اليوم على الاقل سي شكري ديوان سبورت على الاقل سي شكري كان اليوم كان جات مع الاقل ثم التلفزه الصوره هي ليش قلنا الصوره كانت جات موجوده تو في البطوله التونسيه على الاقل، على الاقل ممكن المشاهد هذه ما شاهدوهاش. معلش خي علاش تمديتي تو قداش من عن تو العام الثاني، معناتها لا حسيب ولا رقيب، وبالغوره في بلادك تربح بالسيف، معناتها بالعنف باللي تحب انت، هذيك هي نتيجتها راهو طبيعي معناتها. ولذا انا واحد من الناس ما نستغربش، وان شاء الله نقول معناتها انا نكون معناتها نكون معناتها ما نتمناش معناتها كل خير لكورتنا والبطوله نتاعنا، نتوقعوا الاسوء بالنسبه في قدم الجولات. هذا مازلنا ما بديناش احنا تصديق المرحله الاولى بتاع البطوله ولا صحيت. شفنا الاسبوع اللي تعدى خالد بن يحيى كيفاش خرج مدرب مؤثر وربي كاريره بتاع كوره وراه، يعني مفروض معناها تكريمه، معناها مفروض تكريمه، معناها وقت اللي يخرج بالكيفيه هذيك من ملعب بنزرت، يعني هنا معناها محافظه على سلامته، يعني استباقين الامن روح به في سياره سياره امنيه، في سياره امنيه. وقت اللي انت تشوف معناها احداث في مقابله معناها الملعب التونسي والنجم الساحلي، وقت اللي تشوف الاحداث مقابله الترجي التونسي شكري والنجم الساحلي. نعرفوا الان اذان صلاه العشاء حسب توقيت مدينه القيروان، وما جاورها ثم نرجع بلاتو.